من أوائل من تحدثوا عن الأغاني، يعني هذا الموضوع الجذري ما بين التحريم والتحليل، وتعرضت لما تعرضت عليه، لكن اليوم ما نشوفك في ظل الحراك الفني والترفيه، الحفلات اللي موجودة اللي تقدمها هيئة الترفيه، ما نشوف عادل كلباني ولا فنانك رجال الحين أدق عود ولا لا تحضر حضور حضور ما نشوفك، ما هو بشرط نشوف أو فنانك ما وصل. بيان الحكم لا يعني ممارسته، يعني أنت ممكن تبين حكم معين لكن مو بشرط أنك تمارس هذا الفعل ولا شيء. يعني الزواج مثلا وثلاثة ورباع، يعني عندك موقف من الممارسة، من يرى أن الزواج ثلاثة ورباع حلال لازم يصير معدد؟ لا ليس شرط. فأنا بيّنت حكم، لا ليس شرطا أن أمارسه ولا أرضى به ولا أوافق. يعني أنت ما تسمع أغاني أصلا؟ لا أبدا أبدا، لكن لو دخلت الآن ما عندي يعني إشكال في الدخول في المطار، في الطائرات، في الطيران، طيران آخر ما في. وهذا توضيح لموقفك السابق اللي تحدثت عنه فترة من الفترات، ترى من 1426 الحكي. إيه أنا عارف، ليس قديم، ولكن الآن يعني شغلة موجودة. بكرة وانت رجل تحب السعادة، فقلنا بكرة بتشوف ناس واجدة سيركبون الموجة. إيه ليه؟ وين وش المشكلة في أنهم يركبون الموجة الآن؟ شو اللي تغير؟ تغير وضع كله 20-30، غيرت كثير يعني. ستغير كثير من الآراء، ستغير كثير من المواقف، وبتخلي ناس يتجرؤون أكثر للإفصاح عما يعني مستتر أحيانا عندهم، وأيضا ستظهر كثير من الآراء المخفية. يعني ليس شو كل ما يظهر الآن بالحرام أنه حرام فعلا، لكنه كان حرام مجتمعيا، كان حرام يعني رأي واحد. طيب هذا التطور تشوف أنه جيد محمود؟ في مجمله نعم، في مجمله نعم.